تشتد مظاهر الاحتقان في الشارع التركي الذي أصبح بكل فئاته في صدام مع سياسات أردوغان. المرأة التركية من بين فئات الشعب التي ينتابها الغضب، حيث شهدت مدن تركية منها أنقرة واسطنبول مظاهرات نسائية تأكيدا لتمسكهن بمعاهدة اسطنبول التي تهدف لتأمين حماية أفضل للمرأة من العنف، في الوقت الذي دعا فيه مسؤولون في الحزب الحاكم إلى انسحاب أنقرة من الاتفاقية. التظاهرات تتزامن مع قلق متزايد من النساء في تركيا بشأن العدد المتزايد لمن يقتلن على أيدي رجال، حيث تشير الأرقام إلى أن 146 امرأة قتلن بأيدي رجال خلال الفصل الأول من العام في تركيا. انهيار الثقة في الدولة التركية بسبب ضغط السلطة التنفيذية على كافة القطاعات، ذلك ما أكد عليه رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، الذي أشار إلى أن تركيا شهدت إقبال المواطنين على شراء الدولار دون أي زيادة في الصادرات، وأن البنك المركزي فقد استقلاليته فيما وصلت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. واعتبر باباجان أن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد ما هو إلا محاولة للتستر على الأزمات الكبيرة التي تعيشها تركيا. إلى ذلك يواصل أردوغان مساعيه للانفراد بالمشهد، مستغلاً الانقلاب المزعوم عام 2016 للتخلص من معارضيه بتهم مفبركة. حيث كشف موقع نورديك مونيتور السويدي عن وثائق جديدة تفيد بسجن 2 من المساعدين المقربين لوزير الدفاع خلوصي أكار وطردهم من الخدمة بزعم تواصلهما مع حركة فتح الله جولين، وذلك على الرغم من عدم وجود أدلة تثبت ذلك.